ما حكم من يصف أعراس المسلمين اليوم بأنها أعراس جاهلية، وأن الأغاني والرقص الموجود في المسلمين إنما هو مثل عجل بني إسرائيل؟ نعم، هذه منكرات الأعراس، إذا كان فيها منكرات، فيها سهر طويل، وفيها آلات لهو، وفيها طرب، وفيها، فهذه منكرات ما في شك، سواء كانت في الأعراس أو في غيرها. المنكرات لا يجوز الرضا بها، بل تغير وتنكر، الأعراس وفي غيرها. وكذلك سائر المعاصي والمخالفات كلها من المنكرات التي يجب على المسلمين إنكارها حسب الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لا بد من إنكار المنكر، أقل شيء في القلب. وإذا أنكرت في القلب لا تذهب إلى الأعراس وإلى هذه الاجتماعات اللي فيها منكرات. إذا ذهبت إليها إن كان في تجلس ولن تنكر، هذا معناه أنك ما تنكر المنكر بقلبك، يكون ما عندك إيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. ويقول أيضا، هل يجوز تسميتها بالعجول؟ إيش تسميته؟ تسميتها بعجول. عجول؟ نعم. العجول أولاد البقر، ما يسمى عجول إلا أولاد البقر. نعم. نعم. يقال منكرات، ما يقال إنها شرك، ولا يقال هذه منكرات ومحرمات، ما يقال إنها شرك. نعم.